طيب دكتور محمد، عشان نوضح برضو الفرق ما بين الاثنين، حضرتك قلت ان في فرق ما بين التبرع بالدم والتبرع بالبلازما، هل ده معناه ان مثلا الشخص بيتبرع بالدم وبيتم استخلاص البلازما منه، ولا بيروح يتبرع بالبلازما فقط؟ لا، هو سيادتك بيتبرع بالبلازما، هو بيتاخد منه الدم يرجع له كرات الدم الحمراء تاني بنفس الجهاز ويتاخد البلازما فقط. يعني اللي بيتبرع بالدم هيتبرع مثلا ب 500 سم دم كاملا، بيشمل الدم والكرات الدم الحمراء والبلازما. هنا بقى بيتبرع بجزء من الدم اللي هو البلازما، وكرات الدم الحمراء بترجع له مره ثانيه. وهنا يقدر يعملها كل قد ايه يا فندم؟ والله سيادتك هي ليها معايير لاختيار المتبرع، لكن طبعا احنا عندنا ناس كثيرين جدا يصلحوا لهذا التبرع، وممكن التبرع ليها خطه زمنيه معينه بتحددها المركز لكل شخص بيتبرع، ممكن يتبرع كم مره في الشهر او كم مره في الاسبوع الى اخره، حسب قدراته وحسب حالته الصحيه. لكن هو الحالات بتبقى مختاره بمعايير رفيعه الجوده، ما يكونش عنده امراض، ما يكونش عنده اي امراض معديه، ما يكونش عنده اي فيروسات، حالته الصحيه تسمح، الهيموجلوبين بتاعه كويس، كل المقاييس الجيده يعني. طيب دكتور، حضرتك ذكرت يعني احنا كان بالنسبه لنا كان بنصدر البلازما وبعد كده ترجع لنا مصنعه، ودي كانت طبعا بتبقى تكلفه باهظه، حتى يمكن لو هنتكلم بس في صوره الادويه اللي بنستوردها، ادويه بتبقى باسعار غاليه جدا. احنا اكيد كان في تحديات بتواجهنا عشان نقدر ان احنا ننشئ مصنع لتجميع مشتقات البلازما وايضا تصنيعها. عايز اعرف من حضرتك ايه هذه التحديات وازاي قدرنا نتغلب عليها؟ انا شاكر جدا على هذا السؤال. المتوسط شراء هذه الادويه سنويا كان بيوصل 45 مليون دولار. وبعدين انت بتجيبيه مصادر متعدده. النقطه المهمه والحيويه، طبعا التكلفه الاقتصاديه زي ما انت شايف حضرتك مرتفعه، لكن النقطة الحيوية ان في بعض الاحيان الاتاحة مش موجودة. صحيح. في بعض الظروف العالمية زي ايام ازمة كورونا او الحروب المنتشرة دلوقتي، سلسلة التوريد والامداد والشحن بتكون فيها نوع من الخلل. ففي فترات كان بيحصل قصور في توريد هذه المنتجات. وفي حالات مرضية لا تحتمل. صحيح. ان العيان ما ياخدش الدواء في ميعاده وبكميته المطلوب. فدي جزئية. الجزئية الثانية سألتك سؤال في منتهى الأهمية، إيه التحديات؟ والله يا فندم بكل أمانة، بقالنا سنتين ثلاثة يعني ست رئيس شخصيا قابل مجلس إدارة شركة جريفولز اللي هي مشتركة مع مصر في تصنيع هذه المشتقات، خدوا ثقة كاملة في الجدية الكبيرة جدا والرغبة الأكيدة والإمكانيات المتاحة والقدرات المصرية. احنا بقى عندنا كوادر الحقيقة نعتز بيها جدا في مراكز تجميع البلازما، والكوادر الآن بتعد للمصنع، المصنع بيتعمل فعلا. يعني سيادتك هذا لم يعلن عنه إلا بعد ما المراكز بقت موجودة طبعاً، وعددها بيزيد والمتبرعين بيجوا الحمد لله، والمصنع بيتعمل بكل المواصفات العالمية اللي هي لا تحتمل إلا زي ما قلت لحضرتك الجودة العالية جدا طبعاً، والدقة وبكل شدة يعني.